سيداتي نساتي سادتي اهلا ومرحبا بكم اينما كنتم. هذه اجواء كره قدم حقيقيه هنا، اجواء نعشقها في ملاعب كره القدم. انا فارس عوض وسعيد بالتواجد معكم لتغطيه هذا اللقاء، واليوم نحن على موعد مع مباراه ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث سيكون فريق الحزم السعودي في مواجهه الاهلي السعودي. نريدها مباراة قوية وكبيرة من الفريقين، نتمنى بأن نستمتع بهذه المواجهة قدر المستطاع، وأن يحاول كل فريق أن يقدم كل ما لديه في ظل أجواء رائعة ومثالية. إذن هي التشكيلة الأساسية لأصحاب الأرض اليوم. الفريق راح يعتمد طريقة الخمسة اثنين ثلاثة في مباراة اليوم. نشاهد في هذه اللحظات تشكيلة النادي الأهلي. الفريق راح يعتمد على طريقة الأربعة خمسة واحد الهجومية في هذه المباراة. إذا ضربة البداية وشوط المباراة الأول. أصحاب الأرض كعادتهم أيضا لن يتقدموا للأمام وسيحاولون الدفاع مرماهم بكل الطرق الممكنة. لا مانع من أن يكون الفريق تحت الضغط فهو شيء مرحب به عند الفريق، لكن مثل هذه الأمور تتطلب تركيز كبير حتى لا تحدث أي أخطاء. سعيد المولد، عبد الفتاح السيري، عمر السومة يحاول أن كرة بينية بيضرب فيها خط الدفاع، لم تشكل أي خطورة. بيسدد الآن، حارس المرمى يقوم بالمطلوب، يتصدى لهذه الكرة، يبعد الخطورة. بينفذ الركنية، ركنية ضعيفة لم تعبر رجل الدفاع الأول محمد الفتيل. ماذا سيفعل الآن؟ بدون تسرع، الحفاظ على الكرة، الاستحواذ وبناء هذه المحاولة، قوة في الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط. بكل هدوء الفريق يتناقل الكرة من لمسة إلى لمسة، الكرة من قدم إلى أخرى بكل سلاسة، محاولة لخلخلة تصويب من السومة. يا الله، شوف التصدي، حارس المرمى بجنون في هذه اللقطة. تنفيذ الضربة ركنية في وسط منطقة الجزاء، الدفاع يفضل إبعاد الكرة بعيدا عن المرمى. عند الكرة الآن، كرة بتصل لعمر وكرة باتجاه المرمى، تسديد
تسديده قويه جدا بتمر بجانب المرمى، اكيد راح يكون محبط لان الكره كانت قريبه. في المرات القادمه لابد من استغلال هذه الكرات. يحمي كرته بشكل قوي جدا. حلو التدخل، لكن الكرة بتتحول إلى رمي تماس. الكرة مع الأهلي. تمركز في الخلف من الدفاع. عند الإمكانية هنا. تناقل الكرة بهدوء، انتظار فرصة حقيقية للاختراق. عبد الفتاح السيري. عند الكرة في مكان خطير. وتبعد الخطورة. تمريرات سليمة من الفريق. شفنا الترابط بين اللاعبين، شفنا نقل الكرة، شفنا التمريرات، لكن في النهاية استخلاص الكرة من المنافس. الآن يعود الدفاع إلى المنطقة والهجمة المرتدة أصبحت عادية. كيف راح يتصرف فيها؟ فرصة متاحة للعب العرضية. الآن يبحث عن استخلاص الكرة بعد ما كانوا مسيطرين عليها. تدخل في اللقطة الماضية، لكن الكرة بالطول بتتحول إلى رمي التماس. عبد الفتاح السيري. سعيد المولد. ينطلق يتقدم في هذه اللحظات. تمريرة بعد تمريرة لإرهاق الخصم وإيجاد فرصة للوصول للمرمى وفك شفرة الدفاع. توقع جيد في قطع الكرة. ابعد الخطورة عن منطقته. كرها تخوض بينه وبين زميله. كرة في مكان خطير. بناء جيد لهذه المحاولة واحتفاظ بالكرة. عبد الفتاح السيري. عمر السومة. اوهو، الهدف الأول في المباراة. هدف مستحق بعد عدة كرات، عدة محاولات، ضغط مستمر، المعاناة تنتهي، الفريق ينجح في التسجيل. شوف اللقطة مرة ثانية، ما كان في مجال لحارس المرمى لإنقاذ الكرة، تمركز في المكان السليم بدون أي مشاكل، يضع الكرة داخل الشباك. الأهلي يتقدم في النتيجة. تمركز الجيد يساعد في قطع الكرة. عمر السومة. كرة تاخذ، يعود الآن استلم الكرة. عبد الفتاح السيري. خطرة. حلوة التسديدة. كانت قريبة من المرمى لكن عدت، لكن مرت. كان ممكن تكون هدف في اللقطة الماضية.
يا سلام على التمريرات، مهارة كبيرة في تدوير الكرة مع الزملاء في أرضية الملعب، دقة كبيرة في التمرير، دفاع متأخر بدون ضغط مبكر. عبد الفستاح السيري، عمر السومة، ماذا سيفعل الآن؟ استخلص الكرة بشكل ممتاز، خلصها في اللقطة الماضية، عنده مساحة في الطرف. الكرة بتتشتت بعيد عن المرمى. الإعادة تؤكد بأن الكرة كانت قريبة من هز الشباك. الجماهير تقوم بدورها في تشجيع اللاعبين، في دعم اللاعبين على تسجيل هدف التعادل. ركنية تنفذ في منتصف ال 18. هنا في مكان خطير. الحارس خرج ليلتقط الكرة العرضية بدون أي صعوبة. الوقت بدل الضائع في تقدير حكم المباراة 3 دقائق. محاولة للوصول إلى المرمى. بيلعبها بعيدة جدا عن المرمى. تسديدة افتقد فيها اللاعب للتركيز للدقة، ركز فقط على القوة. صافرة الحكم تنهي الشوط الأول 1-0. تعليقا على أداء الشوط الأول بالنسبة لعمر السومة، سجل هدف مهم لفريقه، كان هدف التقدم في الشوط الأول، معنوياته مرتفعة الآن، سيحاول أن يضيف المزيد في الشوط الثاني. الأهلي يعلن عن انطلاق الشوط الثاني. ممتاز الفريق في نقل الكرات. سلمان المؤشر، عنده الفرصة في هذه اللحظات. حارس تمكن من إبعاد هذه الكرة بسهولة. فقدوا الكرة. عبد الفستاح السيري، عنده الإمكانية هنا. عنده الكرة الآن. عمر السومة، وكرة باتجاه المرمى. الحارس وقف الكرة الماضية بدون أي صعوبة. الفريق ينجح الآن في قلب السيطرة لمصلحته في هذه اللحظات. كيف راح يتصرف فيها؟ كرة متاحة للتسجيل. عبد الفتاح السيري، كرة سهلة في متناول حارس المرمى. عبد الفستاح السيري، عمر السومة، قد تكون هذه الفرصة. فرصة الآن. عبد الفتاح السيري، الحارس ينقذ الكرة بسهولة. يفقد الاستحواذ. قد تتسبب هذه في مشاكل لدفاعات الخصم. كرة تمرر بكل سهولة. جميل الكرة البينية، يا الله على النظرة. هدف الأمان، هدف الراحة، هدف الثقة، فارق الهدفين في المباراة. بالتأكيد المباراة لم تنتهي.
المطلوب، عدم التراخي أيضا لأن الوقت ما زال كافي للعودة. شوف اللقطة مرة ثانية، ما كان في مجال لحارس المرمى لإنقاذ الكرة، تمركز في المكان السليم بدون أي مشاكل، يضع الكرة داخل الشباك. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. تدخل بخلص الكرة، تسرع بعض الشيء في مسألة تحركه، الحكم يعلن عن وجود تسلل. تغيير غير عادي، اللاعب كان غير عادي في هذا اللقاء، أعتقد سيقلب حال المباراة في الدقائق المتبقية. كارلوس ترانبيرغ، تمريرات ونقلات افتقدها الفريق اليوم. حلو التدخل، بيخلص الكرة بدون ارتكاب أخطاء. سعيد المولد، عبد الفستاح السيري، عشرين دقيقة كل ما تبقى على نهاية أحداث اللقاء. فرصة قد تشكل خطورة. عبد الفتاح السيري، الكرة بترجع له مرة ثانية. ماذا سيفعل الآن؟ تقدم ممتاز باتجاه المرمى. كرة بينية خلف المدافعين. الأهلي يجهز نفسه لإجراء تغيير في الدقائق القادمة. حلوة الكرة إلى الطرف. حلوة الكرة البينية خلف الدفاع. تمركز الجيد الآن، يقطع من خلال الكرة. رأي وصفارة وتسلل. حتى لحظة استبداله قدم كل ما لديه للفريق. لم يدخر أي مجهود، أداء رائع بالتأكيد، يستحق هذه التحية والإشادة من كل جماهيره. سلمان المؤشر، مهارة كبيرة في نقل الكرة، تيكي تاكا في أرضية الملعب، الفريق وكأنه في جروب واتساب حافظين بعض، الله على التفاهم. كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة. فاول على الأهلي هنا. الحكم يوجه الورقة الصفراء في وجه اللاعب. شد واضح من الخلف قام به ضد خصمه في اللقطة الماضية، وبالتالي مخالفة صحيحة يحتسبها حكم اللقاء. خطأ صحيح بكل تأكيد، الشد كان واضح جدا في هذه اللقطة. تسع دقائق متبقية من عمر المباراة. بناء جيد لهذه المحاولة واحتفاظ بالكرة. عند الإمكانية هنا عبد الفتاح السيري، كرة ترتد من القائم، الكرة في المرمى، مرت وعدت حارس المرمى. مشاهدينا في كل مكان، الفوز أصبر والعودة في النتيجة مستحيلة، ومع ذلك ما زالوا يبحثون عن تسجيل المزيد من الأهداف في الدقائق الأخيرة من المباراة.
المباراة حسمت بالفعل، لم يعد علينا أن ننتظر صفرة النهاية لنتعرف من الفائز ومن الخاسر، الوقت المتبقي غير كافي للتعويض أبدا. سعيد المولد، عبد الفستاح السيري، محاولة هجومية هنا، الأهلي ينطلق للأمام، تدخل واستخلاص الكرة خطيرة، رمية تماس لصالح الأهلي، فرصة لإرسال كرة عرضية، ثلاث دقائق يضيف حكم المباراة إلى عمر اللقاء. يتقدم بشكل سريع باتجاه المرمى، كرة عرضية ضعيفة لا تصل، يبعدها والمدافع، تمركز ممتاز يساعده في قطع الكرة، فاول لمصلحة الأهلي، إذن هذا كل شيء، صافرة النهاية تأتي، شخصية كبيرة من الفريق الفائز، سيطرة كانت بالطول والعرض، أهداف كلها تصب في نفس المرمى، جعلت المتعة تغيب عن هذا اللقاء، الشيء الوحيد الذي قدم لنا المتعة اليوم هو الكثير من الأهداف واللقطات الرائعة.